مجموعات مسلحة موالية للنظام السوري تنتشر في مناطق مسيحية بغية تنفيذ عمليات أمنية. تقرير دنيز رحمي فخري. وصل إلى كبار المسؤولين في لبنان منذ مدة تقريرا أمنيا وصف بالخطير يكشف عن دخول مجموعات مسلحة موالية للنظام السوري مناطق لبنانية تدعي أنها من النازحين لتنفيذ أعمال أمنية لم تعرف طبيعتها بعد. وبحسب التقرير فإن المجموعات المسلحة وصلت إلى لبنان في أوائل الشهر الحالي وعدد أفرادها بالعشرات، وقد انتشرت في بعض قرى قضاء البترون وكسروان وجبيل وبالتنسيق مع بعض الجهات السياسية في تلك المناطق. وكشفت معلومات أمنية للأم تي في أن المنسق المباشر مع هذه المجموعات من الداخل اللبناني هو المدعو طهي من حوب تنورين ويقيم في مستيتا جبيل، وهو من كوادر التيار الوطني الحر ويعمل وفق مخطط مشترك مع النظام السوري وحزب الله على إدخال تلك المجموعات مناطق مسيحية وتشويه صورة اللاجئين السوريين من خلال استخدامها في أعمال أمنية تنسب لمجموعات إسلامية متطرفة، وهو ما يشبه الحديث عن تفجيرات للقاعدة في الشمال قبل أن يتم الكشف عن مخطط سماح المملوك لتفجيرات في تلك المنطقة.